السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه الالياف هذه هي اللي كتعطي قوة للبكتيريا الصديقة، البكتيريا الحبيبة كنسميها. لماذا؟ لان بدون هذه البكتيريا فالجسم مريض. وكلما نشطت هذه البكتيريا هي ملائكة الجسم، هي هذه البكتيريا. سبحان الله. بكتيريا الصديقة هي اللي هذه البكتيريا هي نعم هي الحارس الجسم. هذه البكتيريا تكون في حرب في الأمعاء، تكون في حرب مع الخمائر. نعم. لأن الخمائر كيعرفوها الناس هي اللي كتخمر الخبز. هذه الخمائر إذا مشى حتى النمو ديالها أكثر في الأمعاء تكون غازات تتنفخ المصنع. نعم. يعني الناس الآن سبحان الله الناس اللي عندهم هذا المشكل ديال انتفاخ الامعاء من هذه الغازات، كثير الكثير من النساء هذا اللي عندهم الغازات عندهم البكتيريا الصديقه ميته، عندهم البكتيريا الصديقه ما نشطه، ما كاينش اللي كيحارب من اجل نعم هذه البكتيريا الصديقه. اشنو القوت ديالها؟ هما الالياف الخشبيه الدائبه هي الانيلين وهي البيكتات او حمض البيكتيك. البيكتين موجوده في الفواكه، جيد. كل الفواكه فيهم الحمض البيكتيك على مستويات، الليمون فيه اكثر مثلا من التفاح، كاين البيكتات حتى في الزيتون، حمض البيكتيك حتى في الزيتون، كاين في البرقوق، كاين في المشمش، كاين في الليمون، كاين في التفاح، كاين في العنب، كاين حمض البيكتيك حتى في بعض الخشاش الارض يعني يوجد. ثم الانيلين، الانيلين هو المكون الكبير هو الذي تعيش عليه البكتيريا الصديقه. هو غير موجود بكثره في الطبيعه، هو موجود في بعض اربعه ولا خمسه النباتات اللي موجود فيهم حمض الانيلين. هو موجود في البطاطا الحلوه وفي البطاطا القصبيه، كاين شويه في الخرشوف وكاين شويه في اللفت، كاين واحد كميه في اللفت نعم، وكاين عليين بعض الاشياء بحال السكوم اسباراغوس ولا ليزاسبرج بالفرنسيه، كاين في السكوم كذلك شويه هذا الانيلين، ولكن يبقى المصدر الرئيسي والاساسي هو البطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه. جيد. وحتى لا شيكوري يعني حتى الهنديباء حتى هي فيها هذا يعني كذلك فيها شويه ديال هذا الانيلين. هذا الانيلين هو متماثله، هو بوليمير ديال الفريكتوز. وهذه البكتيريا كتاخذ هذا الانيلين كتاكلها يعني كتقتات عليها، تخمرها يعني تقتات عليها، ثم تنتج حمض البيوتيريك بعد الحمضيات القصيره السلسله طبعا. وهذه الحمضيات التي تنتجها البكتيريا هي التي تتغذى بها مباشره الخلايا وخلايا القولون. نعم. ثم الاشياء الاخرى المتخمره كذلك هي تزيد في نشاط هذه البكتيريا. نعم. منها مثلا الخبز المخمر بالخميره البلديه. نعم. من اللبن البلدي. نعم. هو كذلك يزيد كينشط هذه البكتيريا هذه. فالاشخاص الذين كيكون القوت ديالهم واحد نمط العيش يعني معين، مثل الذين يقتاتون عن الوجبات السريعه والذين ياكلون لحوم بكثره وياخذوا يعني بعض الخضر مشويه في الزيت وحلويات وبسكويتات، يكون طعامهم اليومي هكذا يعني النظام الهوائي، هذا نظام غذائي هوائي يعني ليس فيه مغذيات ولا اي شيء. فهؤلاء الاشخاص اولا غادي يكون عندهم تسمم وما عندهمش طاقه. ثالثا سيكون عندهم مشكل على مستوى القولون، لان هذه الاشياء غادي ترسب في القولون، اما غادي يكون عندهم امساك اما غادي يكون عندهم على العكس غادي يكون عندهم اسهال على حسب مستوى الاملاح اللي خذوها. نعم. ولكن غالبا يكون عندهم امساك. ثم هذا لذلك كنشوفوا هاد الاطفال في الاعمار ديال من 12 حتى 18 اللي كياكلوا في الشوارع يكون عندهم الوزن ديالهم ناقص. نعم. عندهم واحد نحافه شديده يكون عندهم الوزن ديالهم ناقص، ولا العكس يكون عندهم الوزن زايد. علاش؟ لان مكون الملح الصيني او المونوسوديوم جلوتاميت هذا المنكه هو كيزيد في الوزن بواحد الشكل بشيع، كذلك بعض المحليات يعني من الاسبرتام من بعض الاشياء او بعض المحفزات اللي كتزيد في الوزن ديال الطفل هذه. نعم. فهذا النمط هو الان مع الاسف هو اللي ولا نمط الحديث. نعم. هذا النمط ليس فيه الياف خشبيه وفيه دسم وكوليسترول بكثره، هذا نمط صاحبه مريض. نعم. يعني فاذا كان الناس يقتاتون على النبات نعم لا يمكن تكون عندهم يعني امساك، باش نبينوا لهم شنو الاهميه ديال تسمم الجسم. نعم. لا يمكن الشخص الذي لا ياكل النبات لا يمكن يكون بصحه جيده. ولا على عكس ذلك الاشخاص الذين يقتاتون على النبات ويقللون من اللحوم كيكون الجسم ديالهم حي، كيكون البشره ديالهم جيده. نعم. يعني مستنيرة. نعم. وبعض النساء كياخذوا يعني بعض الوصفات باش يعني كريمات اذا يضعوها على الوجه، والمشكل ليس من الخارج انما من الداخل. الداخل اذا كان تسمم داخلي فمن المستحيل ان تتسول باش تكون البشره على احسن ما، من المستحيل. نعم.
ستكون بشرة بلون شاحي وملونة لا من المستحيل. لماذا؟ لأن شوف مثلا في البوادي المغربية خصوص المنطقة جبالة، نعم منطقة جبالة النساء كيخرجوا للحقول كيخدموا مع الأزواج ديالهم، نعم. جزاهن الله خيرا، هذه هي المرأة التي أفتخر بها، هي المرأة التي تخرج للعمل في الحقل مع زوجها، والتي تعتني بأطفالها، والتي تعتني بمنزلها، هذه نعم. المرأة نفتخر بها، نعم. وندعو لها، نعم. أن يبارك الله لها في حياتها، نعم. هاد النساء كيخدموا مع الأزواج ديالهم، نعم. والوجه ديالهم بعض المرات يكون عريان، نعم. الشمس ولا مسائل، ومع ذلك البشرة ديالهم مستنيرة جيدة، نعم أكيد، وجههم يعني حمراء حمر هذا في هذا المنطقة. النساء ديال البوادي إلى حد الآن، نعم. بخا حتى في البوادي ولا عندنا مشاكل، ولكن مازال البشرة ديالهم مستنيرة. البشرة تدل على كل شيء، يعني الوجه يدل على الحالة النفسية، والشخص حزين وش متوتر، وكذلك يدل على الحالة الفيزيولوجية. ليس هناك مضار للألياف الخشبية، نعم. ليس هناك مضار للألياف الخشبية أبدا، نعم. يعني بالبتات، نعم. بالعكس هو يجب أن نكثر من الألياف الخشبية، نعم. الألياف الغذائية الخشبية عليا، ما نتكلم على الألياف الخشبية، كنا نعني بالألياف الخشبية السيلولوز والألياف الغذائية الأشياء الأخرى، ولكن هي الألياف الغذائية تعني الألياف الخشبية زائد الألياف، نعم. الألياف الأخرى كيفما كان الحال. نحن نتكلم عنها، يجب أن لا نتكلم عن كلمة ألياف، نعم. لكي لا نضيق على الناس ولا يشتبه الأمر، نعم. نتكلم عن النبات من الأحسن. لماذا؟ لأن النبات هم الألياف، نعم. والألياف لا توجد إلا في النبات، نعم. والألياف تقتصر على النبات ولا توجد عند الحيوان، فنتكلم عن النبات. لما نقول للناس يعني النبات نعني به كل شيء، نعني به الألياف، نعني به كل شيء هذا، وحتى نبات البحر، نعم. يلقاه حتى الطحالب البحرية، كل النبات هو مصدر الألياف الخشبي، نعم. كل نبات، كل نبات، لكن بعض التقنيات هي تزيل هذه الألياف، مثل غربلة القمح، نعم. ملي كنغربلوا القمح كنضيعوا 70% من الأهمية الغذائية، نعم. ما بقى والو، يعني ما ليس فيه شيء، يعني بقى فيه نشا، غادي يبقى فيه نشا وشوية بروتينات. كذلك أمعاء الإنسان يجب أن تكنس يوميا، لأن هذه الأمعاء إلا ما تكنستش كيولي عندها فضلات، كتبقى تم كتخمر وكتتسمم الجسم، وكتبقى الجسم يبقى يمتص السموم، لأن هناك توكسينات في البراز، يعني كتمتص كيمتصها الجسم، وهذا هو المشكل. التوكسينات تتراكم في الخلايا الدهنية، تتراكم في الشحوم في الجسم، نعم. كذلك المعادن الثقيلة، ويعني كل أشياء خطيرة هي تتراكم في الشحوم وتبقى هناك، بمعنى كتبقى تسمم الجسم على طول يعني العمر. فيجب أن يكنس الجسم، المكنسة هم الألياف الخشبية الغير دائبة بكل بساطة، نعم. هذه مكنسة ديال الجسم، فهي النخالة ديال القمح، الشعير حسن من القمح، يعني الناس اللي عندهم مشكل ديال قبض ولا اللي عندهم مشكل ديال عدم التخلص من الفضلات يبقوا يأكلوا الشعير، حسوة الشعير إما في الفطور ولا حسوة الشعير في المساء، هذه هي الخلطة ديال الفايد، هي الوجبات خلطات ديال، لان ما طلعيش ما عندناش خلطات، طبعا هذا يعني دكتور فايد دائما انا دكتور دائما اسالك تقول لي فطوري، نعم. هو يعني حساء الشعير وايضا زيت الزيتون حتى في وجبه العشاء، نعم، لان الشعير الان مهم، لان فيه تريبتوفان كيهدئ الاعصاب، سيروتونين كيعطي السيروتونين، لأن فيه أملاح معدنية بكثرة منها الزنك ومن الحديد، نعم. والمنغانوس، يعني المنغانوس مهم جدا، لأنه هو اللي كينشط الأنزيمات اللي كتعطي قوة للعضلات، ثم يعني الشعير فيه بروتينات 14%، يعني قليلة ولكن ما تكفي، هي تكفي للجسم، يعني الشعير فيه كالسيوم، والشعير فيه البيتا غليكان، يعني كتسهل استقلاب ديال السكريات ما الى ذلك، وشعير جيد يعني لا في الصباح بالنسبه للقوه الشخص باش يركز، ولا في المساء الانسان باش ينام نوم جيد. الشعير فيه الياف خشبيه جيده، ثم كذلك نخالات القمح والشوفان هذا الخرطان، نعم. وكذلك الرز الكامل والزؤان، نعم. ثم الذره كذلك يعني فيها ألياف خشبية، وفيها فيتوستروجينات مثل الليتون، فيها فلافونويدات مثل الليتين مثلا، مكون الليتين، وفيها بروتينات جيدة مثل الزين، هذه اللي موجودة في الذرة. الألياف الخشبية الدائبة هي المهمة، نعم. ما فيهاش كتير، هي فيها مكون الإينولين، سكر الإينولين، نعم. وفيها يعني البيكتات أو حمض البيكتيك.